ما شاء الله تبارك الله، مشهد مباشر من وادي سر الخلاوي بعيش، اليوم 5 رمضان 1444. اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا. ما شاء الله تبارك الله، اللهم لك الحمد ولك الشكر. حار في قرية الشجنة شمال محافظة بعيش. ما شاء الله تبارك الله، اللهم لك الحمد ولك الشكر، اللهم صيبا نافعا. لا اله الا الله، ما شاء الله تبارك الله، اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. مرحبا ألف، ما شاء الله تبارك الله. سيك الغرد.